حجازي شنو الآيات غير هالسورة اللي هي تنتهي والحمد لله رب العالمين؟ لا نهايتها أو فيها الحمد لله رب العالمين، شنو هم الصور القرآن الكريم سيدي الحجازي الدسوقي؟ طيب الفتحة أول واحدة. أيوة. وبعدين في سورة يونس بيادير مربون بإيمان يمتجر بالتحكيم الله العرف في جلالك اللعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. والآية دي هذه الثلاثة هاي أي سورة والآخر يونس والحمد لله رب العالمين. لا مو يونس، الحمد لله رب العالمين. اين يونس اذ ابقى الى الفلك المشحون؟ دي الصفات. ايوه صفات فيها والحمد لله رب اخرها. والحمد لله رب العالمين. احنا قلنا انت بتقول عن الايات اللي ختمت بالحمد لله. لا او فيها الحمد لله رب العالمين. الصور شنو هما؟ في غافر اللي هي بيقول والحي لا اله الا هو رب المخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وفي سورة شلون دكتور العنزي؟ الكهف. أربعة جبناهم. ماشي بالترتيب. الكهف يقول الدكتور العنزي الكهف. لا 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 الكهف الفاصلة. لا الحمد لله الذي أنزل على عبده. لا هو أنت بتسأل الآية آخر الحمد لله. لا أول الحمد لله رب العالمين. أولها. أولها الحمد. ما فيش رب العالمين غير الفاتحة. وأما تصدر الآية بالحمد في مطلع سورة الكهف. واحد خلص لك مطلع شوية مستجرب.